السلام عليكم يا شباب. طبعا احنا النهارده هنلعب كرييتيف ديستراكشن. دي لعبه بتقلب بابجي وفورتنايت. بالظبط فورتنايت في البناء بتاعها، وبابجي ان هو بيحدد لك اماكن الناس اللي بيضرب عليها. يلا نبدا. اهو ده السكين بتاعي. مفيش حاجه تاني، مفيش. هنلعب اول حاجه سولو، وبعد كده لو الوقت كفى هنلعب دو او سكواد او فاير تيم. طبعا نيو كلاسيك بس اللي بيشتغل، مش عارف الكويك مود مش بيشتغل ليه. طب يلا نبدا اول جيم. دي الرقصه الوحيده اللي عندي، عايز اشتري رقصات. طبعا اكتبولي في التعليقات بتاع الفيديو ده، الفيديو اللي جاي عايزيني العب ايه، ببجي ولا فري فاير ولا كريتيف ديستراكشن، ولا اعمل ردة فعلي على فيديوهات يوتيوب او تيك توك. اي حاجة تعوزوها هعملها. دي طبعا حاجات باخدها في الاول، مش بنقاتل دلوقتي. سكار اكس ام بي ليجند. الجيم هيبدأ بعد 3 2 1. الجيم هيبدأ. مفيش ولا واحد فيهم هنا. ايه ده، انا الملك ده، انا الله، انا الملك بتاع السيرفر. الله، انا طبعا بحب ايدن فاينز اكتر منطقة بحبها. مش انت بصوا زي فورتنايت بالظبط، بس الطيارة بتاعتها اصغر. او ايدن فاينز البيربل دي. نصغر الصورة شوية. ايه ده، نزلت فين؟ ركزت مع الاعدادات بتاعت الريكوردر ونسيت اعمل ازاي. مش مهم، يلا عادي. جرب البيت ده الاقي فيه اسلحة كويسة. حظي بيكتسب لي ساعات ولاقي تشيس سكار. قلتلك اكس ام بي ده سلاح طبعا بتعمل فيه سكوب. كان لازم اقفل الماسنجر، انا اسف. احلى حاجه بقى واحد ينط عليا ويقتلني، عجنن. سنايبر حاجة كويسة لغاية دلوقتي. ودي برضو زي فورتنايت، بقدر اجمع خشب، بس البيكاكس مختلفة شوية. ده لو عايز تبني فوق، ده لو عايز تنزل تحت وانت فوق. استنى اهو، وده لو عايز تعمل كده، وده لو عايز تبني حيطة. بس الخشب خلص. طبعا دي مش زي فورتنايت في حاجة واحدة بس، اللي مش زيها في حاجة انا قلت بس اللي مش زيها في حاجة انها المشكلة بتكون في حاجة واحدة، ان انت بتجمع حاجة واحدة. يعني مفيش حاجة اسمها خشب، مفيش حاجة، كله بالاسمنت. هو بص الاسمنت دلوقتي عندي 68 كويس، والأسلحة كويسة.
تكون مكان عالي. عايز اجمع خشب ضروري. تشيست، هو ده الكلام الحلو. سكور، قلتلكوا الحظ بيبتسم لي. دمي لسه 100 عشان في شيلد برضو للعبة دي زي فورتنايت بالظبط. قلتلكوا والبان كيلرست في بابجي تعتبر كشيلد زي فورتنايت تعتبر، بس مش بتدوم وقت طويل زي زي اسمه ايه ده، زي الشيلد. مفيش حد كده خالص. طبعا انا هنزل فيديو كل يوم ان شاء الله، لو عرفت، عشان بيكون عندي شوية ظروف فمش بقدر اصور، فحاول اعمل كل يوم فيديو. المشكلة ان انا كنت عايز اصغر الصورة، الفيديو ريكورد، مينفعش اصغرها دلوقتي اهو. الحمد لله حلوة اهي. شوف البيوت دي فيها ايه. هنزل اضرب. ياه ده هنا بعيد. شوت جان كويس. واحد عايز اوريك مع شوت جان. بص بيبني ازاي الجبان. تالته في واحد تاني سمع صوته. ده بقى اقوى من الدي تي ار ده. قلتلكوا في واحد. ايوه راح اقتله بالسكور. استنى، ما تستعجلش على موتك. ما تقلقش، قلتلك ما تستعجلش. صراحة ده سلاح قوي جدا. اديتي ار اول حاجة كان وكده معفن يا مهندس. ده كده بضغط عليه يفتح ما تفتحش. ثانية واحدة يا جماعة هرجع. معلش يا جماعة اتأخرت عليكم شوية، بس كانت مامتي عايزة مني حاجة. مش عارف. بص هو ده حلو. اوه ده زي البيكاكس. طبعا ده بيتطور زي بابجي سبايدي فورتنايت. انا كنت حمود، واحد كان بيضرب عليا من ظهري. الحمد لله خلصت الحاجة اللي مامتي كانت عايزاها مني بسرعة. ايه الحظ التحفة ده؟ اكس بي. بصوا تغيروا لو طلع لي سكار ليجند. طبعا ده في ايبك ورير وكومون زي بابجي بالظبط. فورتنايت بتلخبط بينهم. في اتش اس مكان مش عارف مكاني. بص انا معايا 2 فيرست ميد كيت، دول بيفولوا دمي فمش محتاج تبان.
السكيت بورد، بص دي بقى جديدة بس لازم تكون على منتهى الجليدية. بص بقيت على سكيت بورد، بس دي لازم تكون في منتهى الجليدية. حلوة أوي الوردة دي، مكنتش عايزة أبني حاجة. واحد عايز أشوفه فين أهو. رايح فين يا حلو؟ عشان نقدر نساعد كل ام عايزه تربي ولادها وتخليهم مواطنين صالحين لبلدهم، وانت يا ريتنا كمان بقى ما ينفعش غير الثلاثه. ماشي عادي، تكلفتها بسيطه، لكن الاكيد اننا لازم كلنا نشارك في اسعادهم، لان هم معدودين. دي مدينه مصر المحروسه بلدها، بتشتغل في 5 محافظات. معلش اصلي متابع يوتيوبر كتير، نسيت الغي السبسكرايب. انا بدأت اليوتيوب اصلا عشان كنت بقالي سنين بشوف اليوتيوبر بيعملوا فيديوهات وكان نفسي اعمل. لما بقيت الفيديو ريكوردر ده كنت مبسوط جدا ان انا لقيته. احنا فين؟ في الخيط، في الدايرة. بص الزون عاملة ازاي، كأنها عاصفة. في تشيست فوق، ده مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. ايه، في حاجات فوق مشفتهاش. واحد، بص عايز اجيب هيك تبدلي المرة، عايز اقتله. دمي لسه 100. حاضر عليه، حاضر عليه ان شاء الله ان شاء الله. شاف دمه خلص عمال يستحمل. جبان بقى 10. وانا دمي كام؟ خلى دمي 69. استنى فيرست بوك. بس كده دمي. عايز اشوف قاتل كام. قتل 5. بص بتبقي 10 وقتل 5. عايزين نكسر وش واحد. المنطقة دي مليانة ناس كويس اهو. دي واحدة ولا واحد؟ طلقتين بس، دي تي ار قوي. او اي او بي احسن من ده. وليه كلهم معاهم سكار كومون؟ عايزين سكار الابيك زي بتاعي. هو انا طلبت واحد بس لقيت مليون الحمد لله. دي تي ار ايبك. خلاص مش هو عايز يموت، انا حواري له يموت. لازم اهدى شوية بدل ما هو اللي يقتلني. هو فين؟ لا استنى، 106. وفين ده؟ انا هدخل عليك.
السكار معايا. دمي كام؟ والله افتكرت بكسر. استنى عايز اشوف دمي كام. دمي لسه 100. ده البيت اللي انا دخلت. يلا نجمع شوية. معايا 1000 وايه. دي مع حاجة مميزاتها حاجة تقدر تاخد اسمنت لا نهائي. عايز اشوف الدايرة. ايوه كده. في واحد تحت. متأكد ان انا شفت واحد. والله شفته. قلتلكوا شفته. نو ده بيعمل ميتكت قدامي. اهبل ده ولا ايه؟ هروح بقى للدايرة بدل ما اموت في الزور. دمي كام؟ لسه 100. هو ايه الناس اللي مش بتحرم دي؟ ده متبقي ده متبقي ده واحد تاني. الجيم خلص بسرعة. دمي كام؟ لسه 100. مش بحس. لا او اير دروب. وبص مش محتاجة، بس ممكن يطلع لي في حاجة ليجند لاخر واحدة اظبط بيها. انا لقيت ناس بتستعمل ار بي جي بس انا ملقيتوش. دخلت الكرة الأمريكية بالخوذة دي. أهلا بيك. يلا نشوف بقى انت. استنى عشان ما يقعش من حاجة. لا ليش من حاجة مفيدة بس. ماشي. اخر واحد دايما بيكون الاقوى. بس انا الكينج بتاع السيرفر. هات العشرة. كويس.
هيكون الولد الأخير في الحتة دي. أنا أسلحتي الحمد لله كويسة. لو أشوفه بس هقتله، أنا دمي 100 كمان ومعايا شيلد لسه، فده لو ما كانش دمه 100 ومعاه شيلد ممكن تقولوا عليه الله يرحمه. انا عملت الجرافيكس اون، شفت الطلقه جاي لك يا احلى حاجه، هتموت باحلى طلقه هيد شوت. انا هروح له على رجلي. موت ازاي؟ ازاي دمه كام ده؟ ازاي ازاي؟ والله انا دمشته كتير قوي، ولا انا كان دمي ناقص وانا ما خدتش بالي؟ شكلي كان دمي ناقص وانا ما كنتش واخد بالي. للاسف خسرت الجيم ده. مش مهم، كان جيم حلو مش مهم. يلا وبس، ده كان نهاية الفيديو. ما تنساش تعملوا لي شير لايك سبسكرايب، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة لو انتوا لسه جداد. وبس، مع السلامة.